اليوم الملعب صار أكثر من مسطح أخضر. والله قبل الملاعب طبعا هي اللي كانت في الملاعب الترابية، الواحد يرجع بيته مغبر. مؤسسة رياضية متكاملة يستضيف مؤسسات اجتماعية مثل حفلات الزواج، يستضيف مناسبات دينية، في بطولة مقامة، بطولة تنشيطية على مستوى الولاية. رياضة بشكل عام يعني لحمة ذكرك بالماضي والحاضر، وتقارن تشوف فرق شاسع. بيئة اجتماعية تساهم في زيادة الترابط المجتمعي، مركزها الملاعب الخضراء.